كي ما كانت في يومها ومش من يومها، ما عنديش حتى معطى، يعني المعطى ده ما يدخلش في الاستراتيجيه نتاعي وما نفكرش فيه بالكل، وما هوش في برامجي. باش نلعبوا ضد الاهلي اللي نعرفوها، والاهلي فريق اللي باش نحضروا له باش نلعبوا له يعني ماتش عادي. بالنسبه للسيناريو قال شوف احنا باش نحاولوا نلعبوا الكره بتاعنا، باش نحاولوا نسجلوا اهداف، هذاك اهم يهمنا باش نمشيوا لمصر. نحبوا نمشيوا في حاله مرتاحين، عندنا سكور اللي يخلينا نمشيوا لمصر في ظروف عاديه، في ظروف مرتاحه اكثر من عاديه، وهذا هو باش نلعبوا ماتش، باش لازمنا نحاولوا باش نخرجوا من مستير باجمل النتائج، احسن نتائج على الاقل نمشيوا مرتاحين للقاهره. تصريحات مهمة جدا من داركو نوفيتش المدرب الصربي المميز جدا لفريق الاتحاد المنستيري، واللي كنا واجهناه قبل كده امام فريق أوفاك ستيف في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا في الموسم الماضي، واللي الاهلي قدر يتفوق في المباراتين. لكن في كل الاحوال عندي يعني تعليق مهم قوي على تصريحاته. اول حاجة قال لك احنا هنحاول نسجل اهداف ونعمل سكور يدينا اريحية قبل مباراة الاياب في القاهرة. فهنا تقدر تستشف الاستراتيجيه ان الناس دي هتلعب، مش عايز اقول لعب مفتوح، بس على قد ما هم هيكونوا مركزين ان هم ازاي يقدروا مش يحرزوا هدف واحد لا اكتر من هدف. واعتقد ان اكيد التصريحات دي، مش اعتقد ده مؤكد، التصريحات دي موجوده دلوقتي عند كولر المدرب الجديد للنادي الاهلي، وممكن يبني استراتيجيته، مش قصدي على اساس التصريحات بس يحطها في الاعتبارات قبل مباراه مهمه زي دي. اذا الفريق ده واضح ان هو هيهاجم، واضح ان هو عايز يحرز عدد وافر من الاهداف، وده طبعا صعب جدا قدام فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي، لكن مهم ان الاهلي يستغل الفرصه دي وان يقدر يجيب هدف خارج الملعب يريحه قبل مباراه الاياب باذن الله تعالى.